السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال، تفضلي. لو شخص بارك لواحد تاني على وظيفة حرام، أو مثلا حد ادى سيجارة للتاني فخدها وقال له شكرا، هل ده يعتبر كفر؟ وهل في خلاف عليها كفر من العلماء كفر أو كده؟ كفر. أيوه، يعني ايه الواحد وبضاعة ومش عارف ايه البضاعة؟ يعني مثلا واحد عزم على التاني بسيجارة فخدها منه وقال له شكرا، سيجارة؟ طبعا هو عارف ان السيجارة دي حرام ولا ينكر ذلك يعني، لا، ليس بكفر يا أو أختي، ليس بكفر. ليس بذلك. طب وبالنسبة مثلا لو حد بارك للتاني على وظيفة وليكن في بنك أو ما شابه، ليس علم ان بكفر، الوظيفة دي ليس حرام، بكفر، ليس بكفر، مش عليها خلاف دي حضرتك؟ ليس بكفر. خلاف ايه بس؟ انت تكفيره هجرة ولا ايه؟ لا 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 طب ما يعني واحد بيقول لواحد خد سيجارة قال له شكرا، انت كفري ليه؟ في فرق بين المعصية وبين الكبيرة وبين الكفر. مختلط عليه الأمر في الموضوع ده، فدي تعتبر معصية بس مش كفر حضرتك بتقول. الله يسلمك.